من موظف في بنك الاول مخرج مصري وعربي ينضم لعالم مارفل. شكلها كده قصة فيها قصة. تعال احكي لك. محمد دياب المخرج المصري اللي عمل مسلسل مبهر جدا من انتاج شركة مارفل. دياب من صغره هو عنده شغف كبير جدا بالكتابة، لكن ما كانش عنده فرصة انه يظهر، فدخل زي باقي الناس كلية تجارة واشتغل موظف في بنك. حياة روتينية جدا، لكن التفكير في حلمه ما انتهاش. بدأ يقرأ ويعرف عن كتابة السيناريو ويكتب اكتر من سيناريو من افكاره على ورق، جايز يجي فرصة وينفذ حاجة منهم. والحسن حظه انه كان بيقابل في مكان شغله كتير من المنتجين والمخرجين واللي اقتنعوا بموهبته، لكن كان لازم يدرس. فاخد اول خطوه جريئه في حياته، ساب شغله وسافر امريكا عشان يدرس في نيويورك فيلم اكاديمي، ويرجع من الرحله دي يكتب افلام كسرت الدنيا في مصر، زي فيلم الجزيره اللي عمل وقتها اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه، وفيلم الف مبروك، وفيلم بدل فائد. والنهارده محمد دياب بينضم لعالم مارفل ويساعد في اخراج مسلسل ضخم جدا اسمه مون نايت، وظهر في المسلسل مشاهد كتير بتبين عظمه الحضاره المصريه واللي اتنقلت بعين محمد دياب للعالم كله. واصبح محمد دياب من اهم المخرجين في مصر وهو عنده 44 سنة، عشان بس كان مؤمن بحلمه. فخليك دايما ورا حلمك هتوصل لهدفك.